لمزيد من المتابعة معنا ومع حضراتكم هاتفيا الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع. أهلا بك معنا أستاذ أكرم بعد التحية. قراءتك لقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة تكليف مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة وأولويات العمل التي حددها الرئيس؟ طبعا يعني تكليف ربما التغيير الوزاري أو التعديل الوزاري مطروح منذ مدة في السياق العام وفي النقاشات، ودايما بيبقى في توقع وبعد مع كل مرحله رئاسيه جديده بتغييرات شامله في الحكومه وغيره، دايما السؤال هل التغيير في الوجوه والاشخاص ام في السياسات؟ الحقيقه انه الرئيس عبد الفتاح السيسي يمكن في بعد ان اقسم اليمين الدستوريه وامام مجلس النواب كان يعني قدم خطبه مركزه جدا فيها برنامج عمل يتعلق به تأكيد أولويات الأمن القومي، تأكيد أولويات الاقتصاد، العمل فيما يتعلق باستكمال المرحلة القادمة فيما يتعلق بالبنية الأساسية والاستفادة منها، توسيع مشاركة القطاع الخاص، التعامل مع ما تحقق فيما يتعلق ببنية الطرق، يعني المشروع القومي للطرق، مشروع المدن الجديدة ومكن لكل مواطن الخاص بما يتعلق ب ايضا اولويات الامن القومي. يمكن ده حتى جزء الحرب على غزه، احنا عارفين انه مؤخرا طرح في الحوار الوطني وكده. فبعد تكليف الرئيس للدكتور مصطفى مدبولي، اولا حكومه الدكتور مصطفى مدبولي منذ 2018 جت بعد حكومه الدكتور شريف اسماعيل اللي كانت بعد الدكتور مهندس محلب، لكن حكومه الدكتور شريف اسماعيل اللي كان فيها وزير الاسكان الدكتور مصطفى مدبولي انجزت جزء من الاصلاح الاقتصادي اللي اكمله الدكتور مصطفى مدبولي مع البنيه الاساسيه في الطرق، في النقل العام، في القطارات، في غيره، بالاضافه لمشروعات في الصناعه، توطين الصناعه، التحرك فيما يتعلق بحياه كريمه، المشروع الرئيسي الحقيقه المبادره الرئاسيه. اعتقد في المرحله الجايه هيبقى مهم قوي الاستناد ل ما اطلقه الرئيس بعد حلف اليمين في امام مجلس النواب، اللي هو بنتكلم على خطوات جديده، اتمام التامين الصحي الشامل، التعليم، الدعم، توطين الصناعه، توسيع مشاركه القطاع الخاص في الاقتصاد، الشفافيه والمشاركه والحوار وتحت معلومات بشفافيه للمواطنين، وده جزء مهم قوي من دور الوزراء في الحكومه الجديده. كمان الرئيس طول الوقت بيوجه الحكومه انها تدخل في حوارات مجتمعيه توضح للمواطنين ما يجري، يعني فكره ان احنا بنتكلم على فتره يعني تاكيد قوه الدوله والعوده للاستقرار ومواجهه الارهاب. في المرحله اللي فاتت بنتكلم على طريق بناء دوله حديثه متقدمه في العلوم، في الصناعه، في العمران، في الزراعه، في الاداب، في الفنون، كل ده مهم جدا ومطلوب في المرحله اللي جايه، بالاضافه لقضايا مهمه جدا في بناء الانسان تتعلق بالتامين الصحي الشامل والاستفاده بالمبادرات الرئاسيه في مواجهه الفيروس سي او عمليات قوائم الانتظار، تدعيم فكره المشاركه السياسيه بالذات للشباب. نعم. اقتصاد بيتبنى استراتيجيات تعزز من قدرات مصر، زي ما قلنا توسيع مشاركه القطاع الخاص، توسيع في قطاعاتها تبقى مهمه جدا في قياده التنميه بعد البنيه الاساسيه، قطاعات زي الزراعه والصناعه والاتصالات، تكنولوجيا المعلومات والسياحه، لازم تزيد الناتج المحلي وتوفير فرص عمل، يعني ملايين فرص العمل موجوده، التصنيع المحلي بشكل او باخر، المشروعات شفنا مشروعات ضخمه زي راس الحكمه او استثمارات خارجيه بتضخ في شرايين الاقتصاد بالشكل اللي بيخلق فرص عمل ويوسع المشاركه، الحزم الاجتماعيه كمان لمعالجه اي تداعيات لاجراءات الاصلاح الاقتصادي لانه لها تبعات. حكومه الدكتور مدبولي واجهت ازمتين كبار زي كورونا والحرب الروسيه الاوكرانيه بانعكاساتهم على الاقتصادات العالميه. نعم، واسعار الغذاء والطاقه. لكن يبقى الهاجس الاكبر لدى المواطن المصري هو مدى امكانيه تفاعل الحكومه الجديده مع الشارع المصري بشكل فيه مساس بمشكلات المصريين داخل المجتمع المصري بكل ظروفه واحواله ومفرداته.
حياته، وبالتالي إلى أي مدى تتوقع الحكومة الجديدة سيكون هاجسها الأكبر والأولوية لديها هو المواطن المصري، التفاعل معه والتواصل بشكل جيد يشعر من خلاله المواطن بتغيير ملموس؟ كلام مظبوط جدا. التغيير الملموس ده يجب ان ينعكس في ملفات مهمه، التعليم والصحه مثلا، الصحه والتامين الصحي الشامل مهم جدا انجازه في السنوات القادمه، على اعتبار انه تاخر، ربما تاخرت بعض مراحله زي حياه كريمه، لكن في حرص على انجازه واتمام مراحله المختلفه. التامين الصحي الشامل مهم لانه احنا عارفين انه العلاج الاكل والشرب واللبس ممكن استبداله، لكن العلاج ما بيكونش فيه استبدال ليه، وبالتالي التامين الصحي الشامل مهم. كمان نظره لحوار مجتمع حوالين الدعم النقدي والعيني وغيره، انه يبقى الحكومه قادره على تقديم معلومات واضحه لاسباب القرارات اللي بتتخذها، سواء في الاصلاح الاقتصادي او في تغيير اسعار او في لجنه سياسات الوقود، لجنه الكهرباء، لتسعير السلع والخدمات بالشكل اللي يتم تقديمها بشكل سهل وسريع، بالاضافه الى تفاعل حقيقي فعلا، لانه الحوار الوطني قام بدور، لديه توصيات موجوده الحكومه هتنفذ بعضها في الاقتصاد في السياسه في غيره، كمان في الحزم الاجتماعيه زي ما انتم بتقولوا، ده سؤال مهم انه يبقى موجود، حكومه تهتم اكثر ب ما يتطلبه المواطن صحيح. من سلع تمويليه. طيب سريعا استاذ أفعار. اكرم، صحيح انت كرئيس مجلس اداره اليوم السابع، كيف رصدت ردود الافعال الاوليه على هذا القرار؟ من الصعب ان احنا نقول انه الردود الافعال متسعه، يعني احنا عارفين انه طبيعي الناس بتتفاعل، الناس بيبقى لديها مطالب، يعني كل فتره المواطنين بيبقوا لديهم رغبه بالتغيير، التغيير هل هو للوجوه ولا للسياسات دي نقطة. صحيح. النقطة الثانية في نفس اللي احنا بنقوله، احنا كمواطنين عاوزين ضبط الأسواق، ضبط الأسعار، ناس بتتكلم النهارده بتقول أيوه التأمين الصحي لازم يبقى موجود في كل المحافظات، عاوزين قرارات الحكومة، عاوزين مش عاوزين يبقى في بيروقراطية في ظل إنه الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتح مشروعات كتيرة لقواعد معلومات أو غيره بتتيح الفرصة لده، يبقى احنا محتاجين يبقى عندنا طول الوقت تفاعل، والحكومه موجوده والوزراء موجودين، ازاي القطاع الخاص يدخل، ازاي الصناعه تتوطن، ازاي نخلق فرص عمل، ازاي الاسكان للطبقات المختلفه، كل حد يلاقي يطلب شقه يلاقيها، ازاي لو انا عندي شكوى منظومه الشكاوى الحكوميه، يعني مهم قوي الاصلاح الاداري جدا، لانه ممكن يبقى الحكومه والمستويات العليا عندها تفاعل، ممكن تبقى الوظائف او الموظفين او البيروقراطيه بتحول طول ده، فيبقى في تفاعل سريع بشكاوى المواطنين ومطالبهم بشكل كبير. نعم. بالذات اللي بتتعلق بالصحه والتعليم والتموين والحاجات دي والحزم الاجتماعي. نعم. اشكرك شكرا جزيلا استاذ اكرم القصاص رئيس مجلس اداره اليوم السابع.